السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وحقق بالخير أحلامكم، دمتم جميعا بخير. أهلا بكم في فقرة تفسير الأحلام المتجددة معاكم في برنامج أحلامنا الجميلة. أنا حابب أول يعني الكلام إن أوضح يعني شيء مهم في فكرة الأحلام، لأن ناس كتير للأسف الشديد توجهت لهذا الفكر الخاطئ، اللي هو إن في يعني حديث بيقول إن الرؤية على جناح طائر إذا عبرت وقعت، بمعنى المفهوم اللي هم فهموه او اللي ادرج في وسط الثقافات المجتمع انه الرؤيه طول ما هي لم تعبر ما تقعش، ان كانت خير او شر، لكن اذا عبرت وقعت. والكلام ده الصراحه غير صحيح بالمره بتاتا وفاسد. الدليل لو ان الرؤيه حقيقتها اذا عبرت وقعت كان المفسرين يستطيعوا يغيروا في اقدار الناس، واحد يجي رؤيته واقول له دي خير فتقع خير، والتاني مثلا غضبان منه اقول له شر فتقع شر. فلو الرؤيه بمعنى اذا عبرت وقعت اي انها اتحققت في الواقع فده كلام فاسد، لانه يشير الى تغيير مقدرات الناس بمجرد نطق التعبير. امال ايه المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح أول شيء، ما هو الذي يحمل على أجنحة الطائر أو على رجوله؟ كان قديما قبل الإنترنت والتلفزيون والتكنولوجيا اللي احنا فيها دي، كانت المراسلات الخبرية عبر الطيور. طبعا انتوا عارفين الحكاية دي، مش هشرح لكم. فكان لما يجي يبعت رسالة من مكان إلى مكان آخر سريعة، أسرع من الحصان والجمل والمشي، يبعتها يربطها في جناح الطائر أو في رجله ويرسلها. إذن فجناح الطائر كان بيعمل إيه قديما على أيام الصحابة والرسل؟ كان ينقل الأخبار. إذن كلمة الرؤية على جناح طائر، أنا بقول لك بس الفكرة بتاعت التفسير فقط، هو يشير إن الرؤية خبر على جناح طائر. طول ما هو على جناح الطائر أنت كبشر غير مسؤول عنه. طول ما هو على جناح الطائر انت مش مسؤول، مش من مسؤولياتك. اذا عبرت بمعنى اذا انت قصتها على معبر وعبرها التعبير الصحيح، مش وقعت انها اتحققت، لا، وقع الخبر على عاتقك كمسؤولية لك، بمعنى ان الرؤية رسالة من الله ينبئك دي خير او شر. فان لم تعبر وفعلت، قال لك مثلا الامر ده، مثلا قد يكون إنسان يفعل خطأ لا يدري به، قد يكون الإنسان يفعل شيء خطأ لا يدري به، حينما يفعله هنا الألم لما يكتب أصبح هو جاهل يعني، فما يعتبرش خطأ يعني، مع زي ما أقول مع سبق الإصرار والترصد، ما يعتبرش خطيئة، مثل هو خطأ في أضراره، لكن على الإنسان الذي لا يعلم حتى القتل ذات نفسه العمد غير القتل الخطأ، فهو غير مسؤول يعني دينيا شويه. ده مش معناه ان احنا نبرر ان احنا نكون جهله او كده، لكن احنا نتكلم في القواعد البسيطه اللي ممكن تحصل، دي حاله الحياه. فاذا عبرت الرؤيه وقعت، بمعنى ان اذا قال لك الرؤيه ان هذا الامر الذي تفعله خطا اصبح عليك حرمانيته من حلال وحرام، لانك عرفت ان هذا الشيء خطا. اذا قال لك الطريق ده خطر وعبر، يعني قال لك ان انت لو عملت الشيء ده واحد هيقوم بشيء معين، فتيجي الرؤيه تخبره ان تقول له ده حرام وتعطي له البينه بتاعته. اذا عبرت ما يقولش لا، ده ما يرجعش الجهل الاولاني، ما يرجعش القاعده الاولى اللي هو ماشي بيها، خلاص اصبح يعلم. فوقع هنا وقع، اي وقع عليه الحساب والصواب، ان اطاع الخبر اللي جاي ونفذه صح يقع عليه هذا الحساب من ثواب ومن عقاب. بمعنى يبقى هنا الرؤية رسالة من الله انت غير مسؤول عنها طول ما انت جاهلها، لكن لو عرفتها فانت مسؤول عنها، وبكده معناه انك حينما ترى رؤية صالحة حتى لو هي ضد افكارك، حتى هي ضد مشاريعك، ما تقولش ما تفعلش ضدها، وإلا فانت محاسب لانك انت عرفت من خلال هذه الرؤية. يبقى فكرة ان الرؤية اذا عبرت، معلش أنا آسف السماعة، الرؤية إذا عبرت وقعت، بمعنى إن الرؤية، معلش آسف دقيقة واحدة خليكم معايا كده. طيب معانا محمود، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، اتفضل. انا ابني حلم ان هو طاير في السماء والسماء مشقوقه كده، هو لابس ابيض صابر وجناح، فوقف بالناس، لان الناس واقفين وراه، وقف هو امام يصلي بيهم، تمام. وهو طاير بيصلي بيهم وهو لابس جلابيه بيضاء، فبص كده لقى تحت كده. انا عاوزك تقولي الرؤيه من تاني، معلش كنت مشغول بظبط السماعه، معلش قوليها لي تاني. هو شاف ان هو طاير في السماء والسماء مشروقه، وهو طاير لابس ابيض فبيض والناس بتصلي وراه، وهو قايم امام. هو شغال ايه في الواقع؟ هو شغال في شغلانه كده بسيطه في النادي. تمام، كملي. وبعدين بصت لقى ايه، بص كده لتحت لقى الدكتور، لقى الرئيس السيسي واقف، قال له خلي بالك من مصر، والناس بيخافوا عشان تصلي، بيقول لهم انتوا خايفين من الوباء مش خايفين من ربنا، صلوا قبله. تمام، يعني هو شاف نفسه طاير في السماء والسماء مشقوقه. اه مظبوط، وبعد كده ايوه وجد الرئيس السيسي فقال له خلي بالك من مصر. اه الناس واقفه وراه بيصلي كامام، هو قايم بيهم امام. تمام، وهو بيؤم، مين اللي بيؤم الناس بقى؟ ابنك؟ ابني اه. تمام، وبعدين؟ بيأم بالناس بيصلي بيهم. تمام، بس لقى السماء مشقوقه اتنين، وبعدين بيصلي بالناس بقى، والناس واقفه بتصلي وراه، وهو قايم بقى بيكبر بالصلاه. فالناس خايفه عشان الزحمه، قالوا لهم انتوا خايفين من الوباء مش خايفين من ربنا؟ تمام، فبص كده تحت لقى الرئيس السيسي قال له خلي بالك من مصر. جميلة، رؤية مش بطالة، مش بطالة. هو النقطة الأساسية إن هو الخوف من الوباء، يعني دي نقطة بعيد أولا قبل التفسير، الخوف من الوباء هو برضه خوف من ربنا، بمعنى إنه الوباء أو أي شيء بيحصل في الأم هو اختبار للبشر إزاي يفعله. تمام؟ فالتصرف الصح والتصرف السليم والتصرف في حدود العلم زي ما بيقول شمال شمال أو يمين يمين، هو ده أصل الدين نفسه. يعني هو ربنا يختبر الإنسان بالضر اللي هو الوباء وبالخير علشان يشوفه هو هيعمل إيه، لأن الإنسان حينما يرد إلى الله في الجنة كل حياته هتبقى نعيم. طب إيه النعيم اللي في الدنيا والضر بتاعه؟ يشوفه هيتصرف إزاي. الوباء في حد ذاته هو الناس بتقول إنه هو نقمة، لكن قد يكون نعمة، يعني قد يكون الوباء نعمة أكبر من فكرة البلاء، بحيث أن يرى عقول الناس إيه. يعني شوف احنا كنا زمان لما تيجي تكلم واحد تقول له اغسل ايديك والوضوء والكلام من ده، يعني يقول لك ده عادي ولا مش شيء، يعني مش شيء كبير. لكن النهارده اصبح يفهم فكره النظافه، اصبح يفهم فكره التباعد. ففكره ان ترك الصلاه او كده هو ده عدم خوف من ربنا، لا بالعكس، ده هو ده حتى في فكرة الدين، فكرة التباعد والكلام من ده مذكورة عن الرسول في فكرة الطاعون. فالناس اللي هي بتخلط ما بين يعني قول العلماء ازاي انك انت تتصرف مع هذا البلاء، وتخلط بين الدين، كأنها بتخبط الدين في بتخبط الدين نفسه مع العلم. بالعكس، الدين هو يتبع كل علم صحيح، يعني كل علم صحيح هو متوافق مع الدين، وإن كان العلم متوافق مع نظرتنا الجاهلية، لأن الإنسان لما يكون جاهل شيء يبقى العلم مش متوافق معه. يعني العلم يبقى، يعني زمان لو كنت تحكي لواحد قبل التكنولوجيا إن ممكن تقول ألو واحد في أمريكا يسمعك، يظنك إنك أنت دجال، أو يظن إن ده سحر، أو يظن إن ده جال. ولكن أصبح الإنسان العادي دلوقتي يقول ألو، ولو بيكلم 10 في مكالمة جماعية يسمعوا اللي في الهند ويسمعوا اللي فين. فدايما يا جماعة النقطة دي، دايما حينما يخرج متخصص سواء في الطب أو في الدين أو في السياسة أو في غيره ويقول الشيء ده صح، يبقى هو صح، حتى لو رأيت نظرته أنه هو ممكن يكون كاذب. ساعات بعض الكذب صحيح، يعني ربما يكون المختص بيعرف شيء ويخطبك خطب المجتمع على قد عقله، ما يجيش واحد يقول لك ده كذب ده المفروض كده، لا. ساعات يكون فكرة الكذبة نفسها من المختص هي الصواب. تيجي ازاي دي؟ يقول لك حتى الرسل كانت كده، يعني يقول لك الرسول لو كان طالع شرق في غزوة يقول أنا طالع غرب. هل ده معناه إن هو لا؟ ولكن هي فكرة الحرب تؤدي إلى كده. فدايما لازم تفهم إن المختص حينما يتحدث في أمر من الأفضل إنك أنت تتقبله بدون انتقاد، ولو أنت شايف إن نظرتك مخالفة ليه.
لان هو ادرى انت نظرتك مخالفه لمصلحتك الشخصيه، لكن هو يرى الناس ويرى عقول الناس ويرى منهم اللي ثقافته بسيطه ويرى منه اللي ثقافته متعلمه، فبيكون له قوانين وكلام اخر. وده فكره ان عدم الانتقاد، ان يعني تترك من يقود ان يقود، تترك من يقود ان يقود. هنا فكره الرئيس، رئيس كل انسان في حد ذاته في الاول عقله. كون ان هو قال لي خلي بالك من مصر، هو كلمه تشير ليه هو ان هو يخلي باله من البلد كمواطن. كيف يخلي باله من البلد؟ ان هو يفعل الصواب. والفكره كلها يعني انا حتى في الاحلام بتعلمك ان ازاي تدرس نفسيات البشر وتسمع لكل واحد والافكاره من خلال احلامه، واحلامه بتكون اصدق. ساعات واحد يجي يقول لك انا طيب ومش عارف ايه، بس من خلال احلامه تبان ثقافته الداخليه. الابن لما يطلع ابوه فقير يقول لك ابويا السبب، لو كان غني كنت بقيت غني كده. لما يطلع مثلا هو بوداه مدرسه وبعد كده ما راحش المدرسه وتخلى وظروفه الاجتماعيه يقول لك ابويا لو كان علمني. إن طب ما انت ما تتعلم، ما انت بديت شاطر ابتدي اهو. فتجد ان من ضمن عدم ثقافه الشخصيات ان يدع المشكله للاخر اللي فوق منه. لا بالعكس، المشكله تبدا منك انت. هو انا كفرد لو ماشي في الشارع ولقيت حاجه غلط، ازازه مرميه في الشارع وانا شلتها، وجه الفرد التاني لقى شيء بسيط كده فاصلحه، وجه فرد تاني جه لقى شيء بسيط فاصلحه، انتهت العمليه، انتهت. انا في فتره في مره رحت يعني في بلد، في تقريبا كانت في المحله او كده، ولقيتهم امام البيوت بتاعتهم جابوا بتاع الخرسانه وصبوا الشارع وظبطوه، وسالته قال لي ده كل واحد يعني صب الحته قدام بيته وكده ونظفها. انا اعجبت من كلامهم لان لقيت المنطقه كلها جميله، وما حملوش على يعني ما استنوش اللي موجود المسؤول يعمل، وحاجه بسيطه مش هتكلفه كتير، ونظف لنفسه بدل لو عنده عربيه بدل مطبات كل شويه يدفع في العفش والكلام من ده. فترى هي الفكره توصيه هو. وحتى احنا عندنا تيجي مثلا كان دايما في رؤيه عند النساء او البنات مبشره قوي اللي هي رؤيه الرؤساء دي، فتقول لك حلمت ان قابلت الرئيس او سلمت عليه او اداني شيء. مثلا من المغرب تقول لك رايت الملك، او من السعوديه تقول لك الامير. الرئيس في حد ذاته للمراه هو زوجها، فاذا رات الفتاه انها تخاطب رئيس ده معناها ان هيكون ليها زوج. لكن ملهاش دعوه بفكره، لان دايما يقول لك ايه مثلا، طب انا شفت امي حصل فيها كذا، يعني حصل مثلا واحد يقول لك حلمت ان امي مريضه، هي ملهاش دعوه بامك خالص، ولكن امك هي حالك انت نفسه، امرك، امرك الشخصي. فاما تراه من صحه في امك فهو ده شيء كويس، وما تراه من فساد او مرض او اي شيء في الرؤيه في الوالده ياتي في امرك. وهل هذا معبر في القرآن؟ قلنا قبل كده مليون مرة، لا زي ما قال وأما من أوتي كتابه شمال فأمه هاوية. طب مال أمه؟ يقول لك لا، هو يقصد أصل أمره، مآله، المآل بتاعه. فالأم عبرت عن الإيه؟ عن المآل وعن الأصل. يقول لك وإن له في أم الكتاب أو. فهنا الفكرة ده من ضمن زي فكرة إيه برضو من ضمن، إحنا بنقول في حاجة اسمها قد الفهم الخطأ للرؤية يؤديك إلى فتنة. مثلا واحدة بتشوف صديقة ليها إنها بتحسدها أو بتسحرها أو مش عارف كل شوية تشوف، أو جارة أو قريبة، ويا حبذا لو كانت القريبة دي في الواقع بينها وبينهم مشاكل، فتشوفها إن هي بتحسدها وإن هي حاطط لها سحر وإن هي رمت لها مش عارف إيه، فيتبان عندها عقيدة كبيرة إن سبب مشاكلها المرأة دي، لكن ده مش صحيح. ولكن هو بما إنها نظرتها الشؤم لجارتها في الواقع شك فيها، فترجمة الرؤية لشكها بتحققها لها، وده بيستغلها الشيطان اللي احنا بنسميها أحلام الفتن. إيه هي أحلام الفتن؟ إذا رأيت الرؤية بتقول لك فلان ده سحرك، مش صحيحة. لأن الرؤى حينما حتى لو تخبر عن سحر تيجي إيه؟ مقفولة شوية. يعني يرى إنسان مثلا قفل مش، نعم؟ ماشي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت عندي رؤية صغيرة كده. اتفضلي اتفضلي يا فندم. حلمت إن حد اداني كفين سبوع كده في الحلم، بس مش عارفة مين هو أصلا. حلمت إيه معلش قولي تاني؟ إن حد اداني كفين سبوع، سبوع. سلسلتين سبوع ولا؟ كفين. حالتك الاجتماعية إيه؟ مش المادية. يعني متزوجة؟ متزوجة ومعايا أطفال، ثلاث أطفال. حامل ولا لا؟ لا.
هو عامة حكاية السبوع دي أوقات تشير يعني تشير للحمل، وأوقات تشير للمناسبات، لأن هو رمز يأتي في الفرح والمناسبات، فإما يشير إلى مناسبة سعيدة يعني أي شيء يفرحك، مش شرط بقى حمل أولاد، وغالبا ما يشير إلى الحمل والولادة. ودايما ساعات رؤية تيجي الواحد ما بيفكرش في الحمل، واحدة ما بتفكرش في الحمل أو جوزها كمان حتى بيفكر، فإذا جت الرؤية تقول له يعني إن أنت جاي لك ولد أو إن أنت في حمل قادم، هي كأنها بتؤمره لعل الحمل القادم ده هو يكون فيه خير فيما بعد مع الكبر، والله أعلم. طيب معانا اتصال تاني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. معك إقبال. معلش هو عندي حلم صغير خالص. لا احنا قلنا قبل كده من اكبر الاخطاء تقول حلم صغير وحلم، لا بالعكس مش صغير، لان احنا لو قلنا هو رساله طيبه تبقى مش صغيره، ده تبقى نعمه منحه كبيره قوي قوي. لا ما هو انا بعمل مقدمه عشان بس عندي حلم يعني لصديقه وكده. طيب اتفضلي. ماشي. وانا الحلم اللي انا شفته ان انا ان هو كان يعني زي ما يكون عيد او حاجه زي كده يعني، بس فشوف نفسي بشتري كيس فيه عيش يعني، لكن العيش ده عيش بكريمه يعني وشوكولاته وحاجات حلوه خالص صراحه يعني. وبتشتري عيش جميل. انت دايما ثقيله خالص فيه. انت دايما تشوف الرؤيه دي يعني؟ لا انا شفتها اول امبارح، وبعدها امي كانت شايفه عيش عادي يعني، لكن انا شفت العيش ده وكيس. اشتريتيه؟ اشتريته صبر يعني، بس انا اشتريته عشان ابقى مبسوطه بيه يعني كده. انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ لا بنت. كم عمرك؟ 25. والله يا الرؤية دي حلوة يعني، يعني أنت حالتك المادية على قدها ولا كويسة؟ لا عادية خالص. هو رأسك الرؤية دي حلوة، هي بتقول يعني تيجي للواحد المقل شوية إن. وأنا كلت العيش ده على فكرة، طلعت منه أنا وأمي وكلت منه، هو جميل جدا والكريمة ثقيلة. هو دي الرؤية دي تأتي تقول للإنسان إن حالك هيتغير، عيشتك يعني هتتغني مع الوقت، يعني الدنيا هتفتح، لان العيش في العيشه كلها، مش مساله هيجي لي خير دلوقتي، لا هو عايز يقول لك ان انت ربنا هيفتح عليكي وتعيش عيشه راغده يعني دسمه، حتى الوجبه ذات نفسها عيش، العيش بالكريمه والنشويات مع الكريمه يعني وجبه دسمه وحلوه وطيبه كمان. اظن ربنا بيبشرك ان انت عيشتك هتتغير، لعل الفتره اللي فاتت بتفكري في الافضل فجات الرؤيه تبشرك تفتح عليك ان شاء الله. اظن من الايام يمكن في يوم من الايام تيجي تقولي لي فعلا انا اتغيرت حياتي لافضل البشرين. اكيد. طب الرؤيه لصديقتي. اتفضلي. ماشي. صديقتي هي مطلقه، وبعدين شافت انها بتحفظ قران في مدرسه للاولاد. كم عمرها؟ 30. عندها اولاد؟ عندها طفل. تمام. فبعد كده الاطفال ما استجابوش ليها يعني، فخطت بعدها ومشيت من المدرسه. بعد كده راحت قابلها حد اسمه الاستاذ عماد. فبيقول لها يا عفاف، اسمها عفاف يعني، فبيقول لها يا عفاف المدير عاوز ياخدك، يعني عايزه تزوجها وكده. فقالت له ازاي؟ قال لها ايوه هو هياخدك، ده حد كويس، ويعني هو كلم اخواتك قبل كده، واخد كليه شريعه وقانون. فقالت له ربنا يختار للخير، او الخير فيما اختاره الله. وبعد كده راحت حطت ايدها على عربيه سودة كده وراحت صحيت، في عربيه سودة استندت عليه وراحت صحيت. والله الرؤية كويسة مش بطالة برضه، هو القرآن في حد ذاته عهد أو عبرة، لأنه كله عبر. تمام؟ تمام. كون إنها بتعلم الأطفال يعني القرآن للأطفال أمنياتها حياتها، وربما يكون طفلها لو عندها أطفال، يعني هي عليها إنها يوصيها في الفترة دي إنها يعني تبص العبر وتهتم بطفلها علميا، مش مجرد الأكل والشرب، لأن العلم هو زي ما بيقولوا هو الغذاء الأهم. تمام؟ بس هو جاب في الرؤية ان هي فشلت، فلو كان الرؤية تشير ان الاطفال افكارها فهي ما تعتبرش من المرحلة اللي فاتت، لان هي فشلت تعلم الاطفال. لو الاطفال افكارها كأن الشخص فشل ان يصل الى عبر حياته، لان كل فعل نجاح او اخفاق هو مجرد تجربة انك تتعلم منها، النجاح تتعلم منه والاخفاق ايضا تتعلم منه. تمام؟ فإذا الإنسان هنا القرآن بمعنى العبرة، بمعنى إن هي يعني ما تعلمتش قوي، لكن هو بعد كده يعني بشرها إن المدير هنا مدير المرأة زوجها، كون المدير هياخدها معناها إن هي هتتزوج مرة أخرى. يعني هو بيقول لها لو على وجهين،
اما انها تفشل شويه مع ابنها ولكن هتتجوز، واما انها يعني تفشل انها تاخد عبره بس برضه تاني هتتجوز. وطبعا هو العماد ده يعني ناخد اسمه ان الزواج عماد الاسره وعماد الشخص نفسه، يعني حتى في افكاره الوحده بشيطان، الشيطان في اللغه يعني حيره، يعني الشيطان من اسمائه المحير. فالوحده شيء سيء، يعني الزواج اصلا من عماد الانسان، يعني شيء جيد للانسان. ولذلك سبحان الله ربنا اول ما خلق ادم خلق السيده حواء وحطهم في الجنه، فكان الكمال. تصور بقى جنه من غير حواء. شكرا لك. ماشي معانا اتصال تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا بك. وانت طيبه يا رب العالمين. لو سمحت حضرتك، انا حلمت ان انا كنت رايحه امتحن ومش لاقيه اسمي، فبقول لزوجي انا اتاخرت، فقال لي مش مشكله زي بعضه. فالمهم قعدت ادور على اسم منال منال منال، لقيت اسماء منال كتير وما لقيتش اسمي. فالمهم دخلت على كل ما اخش على لجنه ادور على اسمي، محدش بيجاوبني. اوعى تصحى، اوعى تصحى، اوعى تصحى قبل ما تلاقي اسمك. نعم، اوعى تصحي قبل ما تلاقي اسمك. نعم، اوعي تصحي قبل ما تلاقي اسمك. لا ده انا لقيت اسماء كتير، فقلت ممكن اجي تاني يوم عشان الاقي ايه، ادور على اسم تاني. فبقول للمدرسين ففي لجنه تانيه، ومشيت بقى وصحيت على كده. فمش عارفه بقى. انت عندك اولاد؟ انا عندي مصطفى. امال انت ايه اللي فقداه في الفتره دي؟ يعني انت متزوجه وعندك اولاد، ايه اللي محيرك؟ اصلك الامتحان ده شيء انت تسعي اليه، لان الامتحان بعد منه نجاح. خلاص، فده معناه ان انت عندك اخفاق في شيء، يعني شيء عاوزه تحققيه الفتره دي جامد، شيء تنوليه من منال. منال هو اسمك، يعني لقيتي منال اسماء كتير، يعني شيء من امنياتك فقداه، يعني ملح عندك الفتره دي جامد. وكون ان انت ما لقيتيش اسمك ان هو مش هيحقق، مش على طول، لكن الفتره دي هو. وانت رجعتي جربتي مره تانية برضه حصل ما لقيتيش الاسم، ولا لقيت الاسم؟ ما لقيتوش للاسف. فهنا يشير يعني دايما الامتحانات، ولذلك العزباء دايما تحلم بالامتحان، دايما تشوف في امتحان ان ما لقيتش اسمها، ما ذاكرتش، الورقه متقطعه، السؤال مش واضح، حلت بس الاستاذ وكده ما جمعش الورق، يعني تيجي في الاخر بخلاف انها ترى الامتحان وتشوف انها حلت كويس وسلمت الورقه وجات لها النتيجه بالنجاح. ده معناها ان امنياتها، طبعا العزباء بالذات ترى هذه الرؤيه لانه هي بتكون مشغوله قوي بالزواج، بمرحله الزواج. اذا رات انها حلت في الامتحان واسمها موجود، ده يشير يقول لها انك انت ما تنتظري، ما تطمحي اليه، هذه الفتره هيتحقق. طيب لو شافت الامتحان وزي الحكاية دي، الاسم مش موجود، كذا مش موجود، هو بيقول لها ده مش هيتحقق. بس الامتحان لا يأتي بالرفض المطلق، لأن في رموز تقول لك الأمر ده مش هيتحقق أبدا. الامتحان يأتي بالرفض الموقوت، بمعنى إن الأيام دي بس فقط، يعني مثلا إذا جه منتظر عريس وجه بالرفض الامتحان ما لقيتش الورق، ده معناه إن الشهرين دول مش هيجي، او السنه دي بالكتير مش هتحقق، لكن معناه انه ممكن السنه الجايه ينجح. طيب ليه؟ لان رمز الامتحان في الواقع تقدر تعيد وتخش السنه من جديد، ما هو شيء مطلق، بخلاف مثلا ان مثلا يعني فتاه تنتظر شاب معين ان هو جاي، فتشوف في المنام انه راسه مقطوعه، الرمز ده معناه ان هي مش ممكن، يعني خلاص مش هتتزوج. ليه؟ لان اذا قطع راس البني ادم خلاص فقد حياته، فهو جاب لها رمز قوي في الرفض، لكن الامتحان هو ليس قوي. وكون ان انت بدات تكرري تاني، ده معناه ان ما يحصلش عندك احباط. ولذلك عليك الفتره القادمه ان كنت تسعي الى شيء تبحثي اليه مره تانية، اتمنى ان شاء الله المره الجايه تلاقي اسم منال. شكرا لك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا، اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا حمده يا شيخ. نعم. أنا من يومين حلمت اللي فيه خبطة جامدة، فيه خبطة جامدة عند ودني اليمين، زي قنبلة، زي طلقة، زي أي حاجة. بس كده؟ أيوه. في أحلام تانية طيب؟ لا هو في كتير اللي طب ما تشوف لنا حلم تاني، أصل الحلم ده مش حلو قوي، شوف لنا حلم تاني يعني ننقل، يعني نتجاهل ده وناخد التاني. ما فيش حاجة بعد منه. طب هقول لحضرتك على حاجة.
انا جيت في رمضان ماشي. ايوه تمام. طيب حلمت اللي انا مثلا انا فعلا بالحقيقه كنت بسمع قران زي الفل، بسمع فعلا والكهرباء قطعت وقمت نايم زي الفل. طيب وهو أه. نايم حسيت ان الشباك اتفتح ولمحت القمر هلال. يا سيدي حلوه الرؤيه دي. ورجعت تاني القمر بقى بدر تمام، ولقيت حاجه داخله عليا والكلام ده ما خدش ثواني. ما هو هي الرؤيه كلها ما بتاخدش ثواني. ما انا بقول لحضرتك زي يعني ايه في الحر والوضع يعني لقيت حاجه يعني انا اتجعست او يعني بالحاجه اللي حصلت دي لقيت الشباك اتفتح وانا قافله ولقيت القمر ولقيت الحاجات دي. زي الفل. الشباك اتفتح عليك وانت نايم يعني ده أيوة. كان صوره القمر دخلت من الشباك. ايوه يعني اللي دخل القمر ده جوه عندي. انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ الحمد لله حلو. لا مش الماديه يا عم الحاج، الاجتماعيه يعني متزوج ولا اعزب ولا متزوج. عندك اولاد؟ ايوه. طب ده حاجه كويسه، الرؤيه دي بقى حلوه لو خلصت على كده ما فيهاش اضطرابات تانية. ها هو الحمد لله كان كده. هي الرؤيه دي جميله جدا، النافذه انت شفت يعني انت كانك من جوه وشفت القمر من خلال الشباك. صح؟ ايوه. طيب الرؤيه دي جميله قوي ليه؟ لان نافذه الرجل هي المراه، هي نافذه الحياه. من غير المراه كل شيء ما يسواش، هي نافذه الحياه. ما حدش يقول انت بتجامل المراه، بس هي دي حقيقه يعني. القمر والبدر هم اولادها. كون ان اصبح منهم قمر وتحول لهلال وبدر ده معناه ان يخرج احد من اولادك ذو شأن عظيم يعني. رؤيه حلوه قوي 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 يعني. اتمنى ان شاء الله يتحقق لك. الرؤيه الثانيه بقى هقولها لك بقى دلوقتي ما دام جت حتى بشرى. هو الخبطه في الودن، الودن احنا بنعمل بيها ايه؟ بنسمع. الودن بنسمع بيها، لما تيجي خبطه يبقى نسمع خبطه يعني مش تمام؟ قد يكون لو الخبطه كانت مزعجه وحصل لك اضرار في ودنك ده معناها انك يعني تسمع شيء ما يزعجك يعني او مشكل او كده يعني، ولكن تسمع بس ده شيء كويس. ان كانت الخبطه كويسه وفي مجال كويس ويبقى معناها صفقه او شيء، ولكن انا اظن يعني نتركها خالص حكايه الرؤيه دي وناخد الرؤيه الثانيه المبشره بالولد اللي هيكون ليه شأن ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. استاذ سحر السلام عليكم. الو معلش انا عندي مشكله في السماعه اعذرني. الو ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا مطلقه وعندي 55 سنه. تمام. منفصله ما عنديش اولاد. منفصله خلاص متفقين. حلمت بزوجة ابي رحمه الله عليها ان هي باعت حاجتي اللي شقتي، باعت حاجتي اوضتي حاجتي. مين اللي باعت حاجتك؟ قولي لي تاني كده. زوجة ابي مرات ابوكي. تمام. فانا جايه من بره فلقيتهم بيقولوا لها مش احنا قلنا لك استنيها لما تيجي، احنا قلنا لك استنيها لما تيجي. بقول لها طب ما استنيتهاش ليه؟ ما استنيتنيش ليه؟ وبعيط وحاولت ادور على المشتري ما لقيتهوش وزعلت جدا. حاولت تدور على المشتري اللي اخد حاجتك. ما لقيتهوش. ده الرؤيه دي من اتباعت ب 35,000. ب 35,000. انتوا منفصله من قد ايه؟ من سنتين ثلاثة كده. واتجوزتي كام سنة بقى؟ 10 بس؟ منفصلة من سنتين؟ عندك 55؟ بعت منك 35؟ ودورت عليهم ما لقيتهمش؟ لا. طيب مفيش أي أحلام تانية؟ حلمت أنا كان عندي عربية سوزوكي ماروتي. تمام. وبعتها. ليه كده بس؟ ان في الحلم العربيه معايا وجديده قوي قوي، وبعدين رحت بيها شقتي القديمه اللي كنت ساكنه فيها الاول، وحاولت وانا في العربيه ادور على ورق مهم قوي قوي قوي، وليكن مثلا رخصه العربيه انا عايزاها اخدها قبل ما طليقي يشوفني، وفعلا خدت رخصه العربيه وخدتها ومشيت والحمد لله ان هو ما شافنيش. يا جامد، حلوه الرؤيه دي. طب ما الاحلام حلوه اهي. الحمد لله. حلوه العربيه دنيا الانسان ومصالحه العامه، لانه هي بتوصله لمصالحه واموره. مرحله كون العربيه جديده وشكلها حلو اخذت رخصتها معناها ان انت داخله على مرحله. شفتيها من امتى الرؤيه دي؟
انا شفتها بقالي سنه. دي معناها انك انت هتخش مرحله قويه تكسبي منها او تربحي وتكون بايدك. الرؤيه الثانيه دي، الرؤيه الثانيه دي يعني مش حلوه قوي. انت يعني لو فبركناها لك شويه يعني لارضائنا ليكي، هنقول ان انت حاسه ان احد خد يعني حياتك او يعني حاسه ايه؟ انا متاكده اصلا علي الطماطم، علي الطماطم ما حصل. هو ده احساس يعني. هقول لك على شيء، الانسان نجاحه او فشله لابد ان يفهم، لابد ان يفهم بسبب افعاله فقط. مش معناه ان افعاله سيئه، ولكن قد يكون افعاله غير مدروسه. لان في نقطه جيده يا جماعه، لما تيجي تقول لواحد انت غلطان يقول لك وربنا انا ضميري خير. يا عم الخطا في معلوماتك، احنا ما دخلناش جوه النوايا. وانا دلوقتي لو احمل قلب ملاك ولكن هذا القلب لا يكون معه عقل مدبر، هل ده معناه ان انا هعمل الصح؟ لا، هعمل الغلط. يا راجل ما تقولش كده وتضرب بالملائكه انك انت ما، لا، لابد ان يكون هناك فيه خبره. ولذلك حتى الملائكة لما يعني تعجبوا من حال ابن آدم ونزلوا اتنين للأرض يجربوا الفترة، بما أنهم في الأرض ما أخدوش على أجواءها وشهواتها وفتنها، اتفتنوا، كانوا ملائكة. فلازم تفهم أن حينما تفعل خطأ ما تقولش ده أنا كانت نيتي سليمة. الخلط ما بين النية والفعل مصيبة، لأن النية ملهاش دعوة نيتك سليمة وفعلك خطأ. فلذلك لما تيجي تقول لواحد لا بس انت في الفعل ده كنت خاطئ، يقول لك والله نيتي سليم. لا، مالكش دعوه. وكذلك برضه فكره زي مثلا شافت الرؤيه في الاوليه، الرؤيه بتحكيها يقول لك يعني انت قفلت المساجد، مش خايف من، خايف من كورونا، مش خايف من المساجد. مال الدين بالبلاء لما هو البلاء اصلا هو ربنا اللي جابه؟ يعني هو ربنا صاحب المسجد نفسه اللي هو بيت الله هو اللي انزله اختبارا ليرى يشوف انت هتعمل ايه وعلومك هتحصل ايه، وشوف الرحمه اللي هتكتسبها مع الاخرين، وان تحس انك تقترب للاخره. لان بعض الناس حينما تاخذهم الدنيا يقول لك انا يا ارض تهدي ما عليك ادي، لكن حينما يهدده الموت في اي لحظه فيعرف ان فيه اخره. يعني كان البلاءات في حد ذاتها تاتي للخير، وكان فعل الله من ضر او خير هو في صالح الخير. يقول لك حتى لو انه ضر، انت شايفه ضر لكنه في صالح الخير، لكنه في صالح الخير. يعني تأتي السمكة الصغيرة تأكلها السمكة اللي أكبر منها فتكبر شوية، بعد كده تأتي سمكة أكبر منها تأكلها. الافتراس هنا في حد ذاته شر. ليه؟ دي روح ودي روح، لو دخلناها يعني في الفلسفة. وبعد كده تكبر وتاخد واحد تانية، فالصغيرة خلاص اللي قد النمنم دي في واحدة أكبر منها سيدة بتاكلها، واللي بعد منها في واحدة أكتر منها تاكلها، وفي بعد منها في واحدة أكبر منها، لغاية ما تبقى السمكة كبيرة فيأتي حوت ياكلها. لو الصغيرة خالص ما أكلتهاش الأكبر منها مش هيبقى عندنا الحجم الكبير، الحوت هيموت واللي قبله منه هيموت واللي قبله منه هيموت. فترى حتى في فكرة الافتراس نفسها خير، ده يؤدي إلى ده وده يؤدي إلى ده وده يؤدي إلى ده. فتجد إن الليل بما إنه ظلام لكن يحقق عملية السكون والهدوء والراحة. هتنام ازاي في ضوضاء؟ وتجد برضو النهار مع انه نور وكل حاجة، لكن تجد انك انت اكتر اجتهاد واكتر معاناة في النور. فاصبح الظلام ليه فائدة والنور ليه فائدة، ومن هنا نعرف ان الضر او الخير المقصود الاساسي ليهم ايه؟ الخير للانسانية، هو مساعدة للانسانية. واحنا قلنا قبل كده ان هم لما قعدوا يدرسوا وجدوا ان البراكين حتى ذات نفسها دي متنفس للارض، متنفس الجاذبية. البركان ساعات بيطلع ياخد شوية بيوت ويهاجم بلد، بس يقول لك لا ده هو التنفس بتاع الارض، الجاذبية دي لو ما ممكن البنية التحتية للارض نفسها تنفجر فتضيع الارض. انت شايف في الواقع ضر وبيوت وناس بتموت وكلام من ده، لكن هو يكون خير لبقية مجتمع الارض. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا عارف هو كل شويه وانا بتكلم يقول لي معايا اتصال، معايا اتصال، معايا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي حلم ليا وحلم لوالدتي. زي بعض، اتفضلي. طيب، والدتي الاول هي حلمت ان في عربيه شايله اتنين شهداء، والشهداء دول واحد طلعوه اول الشارع عند مشتل كده زرع، والتاني هي قاعده في البلكونه وجا جنب البيت عند البلكونه بتاعتها. وبعد كده في قمر صغير نزل في حجرها. انت بنتها؟ والدتي انا بنتها. عندها حد من الاولاد حامل ولا حاجه ولا متجوز ولا لسه؟ عندها ولد متجوز. مراته حامل ولا لسه؟ لا لا، خلف وعياله كبار.
ايه؟ لا عياله في ثانوي وكليه. طيب وانت بنتها؟ ما عنديش اولاد. عندك كم سنه؟ عندي 51. الله، طب والامر ده هيجي منين؟ هو طيب. انا هقول لك على اول حاجه. طب هقول لك حلم التاني اتفضلي. برضو. هي طيب. بتحلم على طول، هي بتصلي وتقرا قران على طول يعني الفجر. طيب هتقولي لي الحلم التاني؟ ليها برضو، هي على طول تحلم بكتاكيت وفراخ موجوده حواليها وهي فرحانه ده بيها. حاله طبيعيه. ده حاله طبيعيه، هو الكتاكيت والفراخ. وبتكلم الحلم ده ممكن يتكرر عليها يعني خليني مرتين ثلاثه في الشهر وكده. خليني اقول لك على حاجه حاجه، عشان انا من نوع التفسير بتجري بين المعلومات والافكار فبيبقى مخك مشتت، فانا بفكر وانت بتتكلمي انا بفكر، فببقى مركز في مكان، يعني زي ما بيقولوا البني ادم ملوش قلبين في جو. فاقول لك واحده بعد كده قولي لي الثانيه. دي من اخطاء المتصلين، وبعايز اقول لك 10 احلام مره واحده. لا خليني افسر لك رؤيه واحده واركز فيها وبعد كده قولي لي الثانيه. متفقين؟ ماشي. لان زي ما واحد بياكل لقمتين مع بعض تيجي دي، يعني يحط بايده اليمين وايده الشمال تيجي ما تجيش، لا اكل لقمه لقمه واحنا مع بعض. تمام. واحنا هنا ما شاء الله يعني عندنا الكنترول ما بيقطعش على حد غير لما يحس انه انتهى من اتصاله، بحيث يعني انه ياخد واجبه زي ما بيقولوا. بص يا ست الكل، هي فكره الكتاكيت اللي حوالين منها وكده هم اطفالها واولادها واولاد اولادها وافكارها، فهي بتشيل همهم كده، بتفكر فيهم شديد شويه، فعشان كده هي بتشوفهم دايما حوالين منها. لو فرحانه بيهم هو معناه انه بيقول لها ان اطفالها والناس اللي بتفكر فيها هتفرحي بيهم. تمام. بيطمنها، هي مشغوله جامد فيقول لها هتفرحي بيهم. الشهيد في حد ذاته هو خبر مفرح، الشهاده في حد ذاتها خبر، لذلك كان لما يحصل شهيد يعني يشرف العيله قديما، يعني يقول لك فلان ده ويبقى لهم كرامه ويبقى خبر مفرح يلبسوا له الابيض. فهو شافت شاهدين يجي لها خبرين، الامر اللي نزل في حجرها ان ايضا حلوه الرؤيه الايام دي. كان في احنا بنقول في بعض الايام المواسم، عشان احنا يعني في مواسم فيها الرحمات وخروج. هو ده قديم يعني القمر ده، بس هي فاكراه من زمان، لكن الكتاكيت دي على طول بيتكرر معايا. القمر ده معناها ان يخرج حد من ذريتها ايضا له شأن كبير في حجرها، يعني من اولادها، من اولادها اولاد اولادها اولاد بناتها، الله اعلم. لكن يكون لان هم يعني اولاد بناتها او اولاد اولادها هم اولادها في الاصل احفادها، فهنا رؤيتين احلى من بعض. قولي لي بقى رؤيتك انت. رؤيت انا هو حلمين بحلم على طول بالشيخ الشعراوي. احلى رؤيه في الدنيا الرؤيه دي. حلم كده اكتر بعد ما توفى الشيخ الشعراوي انا زعلت يعني ونمت زعلانه، فالمهم حلمت ان هو ايه لسه طالع للدعوه وصغير في السن والناس كلها بتلتمس منه كلمه او حاجه. فراح مشاور على بطني في وسط الزحام ده اكن زي حج بس مش حج يعني في مكان كده، وراح بصبعه وراح قايل 21. فبقول له والدتي ايه؟ قالت لي تعالى انا هقول لك 21 يعني، وعدتني يعني من الزحمه وكده. وبعدين جه على جنب اعطاني حته قماش بيتي وعطهاني وقال لي يعني ده امتى الرؤيه دي؟ الرؤيه دي من يعني من بعد ما توفى الشيخ الشعراوي بعديها باسبوع. انت متجوزه ليكي كام سنه؟ متجوزة أكتر من 25 سنة. وهو توفى من قد إيه؟ معلش مش واخد بالي، تقريبا كده. هو توفى يعني بعد ما أنا اتجوزت بفترة. تمام، أشار على بطنك أنت. إيه؟ أشار على بطنك وقال لك 21. بس ما حصلش نصيب يعني، عملنا مواضيع يعني كده ما حصلش نصيب. بعد كده إداك حتة قماشة. دي قماشة مش متفصلة. عدت الأيام وفي نفس الحلم هو الشيخ الشعراوي طلع برضو صغير شاب كده، ويعني في مكان زي ما يكون ارض رمليه ناعمه جدا وقدامها بيت ابيض اللي هو زي الاماكن اللي هي بيوت العرب او زي بيوت ليبيا كده، الارض رمليه ناعمه والبيت ابيض. ودخلت انا البيت ده لقيته موجود وهو الاوضه مستنياه في المكتب بتاعه، والاوضه واسعه وفيها الباب في وش المكتب والمكتب محطوط. وانا دخلت كده هو دخل راح فاتح الدرج ومطلع قماشه متفصله بيتي برضو بس فيها برقه فضي نقط صغننه كده زي البرق فضي، وراح ايه متفصله تيير في كسر كده كسرتين ثلاثه من فوق وجيبه فك بس الجنب بتاعته مبوزه شويه كده من الجنبين. طب انا عايز اسالك سؤال كده، جمع حاجات وبعد كده اسمع بقيه الرأي ممكن؟ قولي لي زوجك شغال ايه؟ مدرس. طب علاقتك معاه ايه العاطفيه؟ كويسين مع بعض؟ الحمد لله. الحمد لله جيدين يعني؟ الحمد لله. طيب كويس، كملي بقى. وبعد كده راح بقول له هو التيير ده، فجاء حد يفتح الباب عليه، راح قايل له انت يعني شاور له بايده كده
قفل الباب الراجل يعني قال له ما تدخلش يعني. طيب طب سؤال تاني معلش، انت بتجربي حكايه الحمل وكده ولا لا؟ يعني بتجربي تعملي عمليه بتفكري ولا خلاص؟ جربنا حقن مجهري وما حصلش. امتى اخر تجربه؟ امتى؟ من زمان يعني، من هي مره واحده يعني، انا صبره مع زوجي يعني. من قد ايه؟ عملناها يمكن بعد 15، بعد مثلا 7 سنين من الزواج او 8 سنين. وبعد كده راح ايه مشاور له ما تدخلش. يعني شاور للباب يعني للراجل على الباب ما يدخلش يعني عشان ما يشوفش الحاجه اللي هيديهاني الشرشره. فهو رد الدرج تاني بعد ما كان هيطلعها ردها، وشاور للراجل يعني ما يدخلش عشان خايف ان هو يشوف الحاجه او يحسدها او حاجه. فبعد كده لما الراجل قفل الباب راح فتح الدرج ومطلع لي التيير ده. بصي الرؤيه دي، بص خليني اقول لك على شيء. بقول له هو ليه مبوز من الجنبين كده؟ خليني اقول لك على شيء. هي الرؤية دي طويلة أنا مركزش فيها، تقدري تختصريها يعني تقولي لي المفيد فيها؟ لأن طويلة فمش هقدر أجمع، لأن أنت بتوصفي كل حدث فيها قوي والأحداث مش شرط كتير. تقدري توصفي لي أهم ما فيها في جملتين تاني بس اختصريها؟ تقدري؟ والمرة التانية أعطاني هدية متفصلة وبيقول لي يعني انت زعلانه؟ قلت له لا. قال لي هي، بقول له ليه متجمد من عند الحوض كده واسعه شويه؟ قال لي لا هي ما لا ضيق ولا واسع. من يومين اسبوع كده حلمت بالشيخ الشعراوي تاني، وهو زي ما يكون في مكان في امريكا كده، وفي واحده اسمها نعمت واحده اسمها سوسن، فقول لها انت تشبهوا بعض. قامت سوسن دي اتضايقت ان هي شبه نعمت، قلت لها لا يعني انت في تدوره الوش يعني، بس واكن سوسن دي ليها عيال في امريكا، وهي فعلا ليها حد في امريكا. وبعدين لقيت الشيخ الشعراوي قاعد على ترابيزه كده، وفرحت جدا، رحت له سمعت له قران سوره البقره. فزمايلي بيقولوا له ده بتسمع قران واسمعها وكده؟ قال ده قراءتها كويسه وصوتها كويس، وانا هوجهها للشيخ يعني يتابعها وكده. وبعد كده دخل الشيخ الشعراوي ينام، فانا بساله على تفسير الحلم بتاع زمان ده، بقول له انا على فكره حلمت بيك كتير وبتاع، حتى قلت لي 21. فابتسم كده ما اتكلمش، وبعدين دخل نام. انا رحت جايبه مخده حطيتها عند رجله كده بين رجليه وغطيته، وبقيت فرحانه قوي ان الشيخ الشعراوي عندنا في البيت. تمام زي الفل. بص يا ستي، هو حكايه ان بيديكي مره قماشه ومره يديكي فستان وشكله كويس وكده، هو دايما الكساء والفستان والملابس والقماش تشير للزوج نفسه، كون ان هي كويسه انك انت يعني تكون يعني ربنا عوضك في علاقتك مع زوجك. يعني الصاحبتين اللي معاكي، الصاحب هو رفيق الدرب معايا، اللي معلش يمكن تكون اتقطعت. لو احنا خدنا الاسماء واحده نعمه من نعم الحياه، وسوسن اولها السو من السوق، فكانه هو عاوز يقول لك ان انت في الحياه ما بين النعمه وما بين الاشياء اللي هي البلاءات. فسبحان الله حتى اللي يعني واحده كانت كويسه نعمه والسوق ما كانتش يعني كويسه. فهو هنا الاختلاف، ان ساعات الانسان بيرضى بشيء يعني يرضى بالمعطيات وما يرضاش عن يعني الشيء المحروم منه، يرضى باللي يديله وما يرضاش بالمحروم. هو هنا كون وجود الشعراوي في حياتك وانك انت سمعت قران وكده، ان انت هتكوني صاحبه ايمان، انك انت يعني يكتمل عندك يوم بعد يوم الإيمان. وشيخ الإنسان حقيقة هو دينه الداخلي، قلبه في أصله. يعني إحنا عندنا في الأحلام الشيخ الحقيقي هو القلب، ملوش دعوة بالشيخ الواقعي يعني. فكون إنه هو بيقول لك إن كمان هيجعل لك شيخ، بمعناه إنه هو ده تطهير لقلبك وزيادة لإيمانك وكده. ولكن أنا في فكرة 21 دي يعني مش عارف، عاوز أقول لك مع إن السن أنا شايفه كبير، بس مش عارف، حابب أقول لك جربي مرة في يعني 21، إحنا داخلين عليها خلاص أهو. فلعل في سنة 21 ده يحصل لك فتح معين يعني، لأنه هو بشرك بشيء. ما عرفش السن ده كان نفسي تثقف فيه شوية، هل المرأة في بعد 50 ينفع معها عمليات اللقاح؟ ممكن تقري شوية، فلعل يكون إشارة إنك تجربي الأمر ده في بداية سنة 21 القادمة. احنا في 20 اهي وداخلين على 21، لعل ربنا يفتح عليكي. طبعا احنا عارفين قصة سيدنا إبراهيم، وبرغم الكبر إن هي يعني ان هو يعني خلف واصلح له زوج والحكايه مش في سيدنا ابراهيم بس، انا شخصيا والدتي جابتني فوق الخمسين. يعني انا شخصيا بكلمك، انا اخر يعني اخواتي ووالدتي خلفتني فوق سن الخمسين، مش هقول لك الرقم عشان ما يقولوش، لكن هي جابتني في العمر ده او ما يقارب الى العمر ده. فاتمنى انك تجربي تجربه
تروحي يعني للطبيب وكده، وان لقيتيها مشجعه فاعرفي ان قد يستجيب الله لهذا الطلب في هذا العمر، والله اعلم. طيب معنا اتصال ثاني. استاذه هاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن بس اقول لحضرتك حلمين بعد اذنك؟ اتفضلي، بس نقول حلم ونفسره وبعد كده نقول الثاني. خلاص ماشي اتفضلي. قولي لي بينات، هو من الافضل المتصل مثلا يقول بيناته، مثلا عندي مثلا 20 سنه اعزب او متزوج منفصل ويحكي، فمان يعني يعطي تعريف لل. خلاص مثلا عندي 21 سنه ومتزوجه. زي الفل، اتفضلي. حلمت حضرتك في 2001 بثلاث عيون. تمام. وكانت عماله تكلمني كلام غريب قوي وتقول لي انت احنا بنحبك قوي، بس كان شكلها غريب جدا. زي بعض، باشع ولا غريب؟ يعني غريب يعني شكله مقبول بس شكله غريب، ولا شكلها وحش؟ شكلها قوي وحش، اتكلمنا عن امي وابويا، واكيد عماله تقول لي امك بتقرا قران، امك كده، وعماله تقول لي بالطريقه دي. مرة واحدة أنا عمالة أقرأ قرآن وكده، أجي أقرأ قرآن راحت مصوتة وتصرخ، فأنا خفت فرحت ساكتة. تمام. فبعدها رحت قايلة بسم الله الذي لا يدور معه اسمه شيء، فالأرض كانت بتتحرك. تمام. الأرض كانت عمالة تزلزل، فأنا نزلت مستمرة بقى يعني ما خفتش. تمام. وكان جيجي جنبي فراح قايل لي لا كملي ما تخافيش، فقعدت أقرأ قرآن وقرأت كل عز رب الناس. فضلت اقول بقى بسم الله الذي يدور مع اسمه شيء لحد ما رأس الارض، الست دي بقت في الارض كده. تمام. هو كده، وبعد كده كنت شايفه شعري احمر. احمر فابيض. احمر فابيض. اه. زي الفل. دي اول رؤيه. اه هي دي اول رؤيه. انت معاكي اولاد ولا لسه؟ اه لا معايا بنت وولد. بس؟ اه. انت الرؤيه دي شفتيها امتى؟ انا لسه شايفاها بقالي اسبوع. مش حامل ولا حاجه الايام دي؟ لا لا. طيب الرؤيه الثانيه بقى. الرؤيه الثانيه دايما بحلم ان فلوس معايا 200 فلوس كده، كان حد بيديها لي كده وحد بيجي ياخدها مني، واحلم دايما ان الخاتم بتاعي حد جاي يسرقه مني. طيب الفلوس دي كتير ولا صغيره؟ فضه، فلوس، مئات، عشرات، خمسات، يعني انا لسه حالمه الرؤيه دي اول امبارح، ميتينات. ميتينات يعني زي الوفات كده ولا يعني 200 3؟ لا ميتينات كده ببعضهم، يعني مش عارفه العدد هو ايه. مش حاجه كبيره، مش ثروه يعني، بسيطه يعني مثلا 400 1000 كده. ايوه اه حضرتك. طيب قولي لي بس الحلم ده، قولي لي طيب انت حالتك يعني المعيشيه ايه مع زوجك كده، في مشاكل ولا حاجه؟ ممكن خلافات الرأي دي بس، يعني خلافات في الرأي. هو هما التلات عيون اللي انت خايفة منهم دول، هما التلات عيال يعني، لأن كل عين من دول هي الست اللي شفتها البشعة دي أو اللي انت خايفة منها دي، دنيتك فيها تلات عيون إن شاء الله ربنا يرزقك بالتالت. كون إن انت خايفة منها وما لا تقري إنك انت عندك خوف من المستقبل، يعني مش مرتاح نفسي، فعشان كده انت كان شعورك معاها ما لا تقري في قرآن وتقري في كده وتعتبر يعني، فدي حالة يعني ما فيش. الاختلاف بينه وبينه يعني في الدين وكده، يعني هو ده الاختلاف في الدين. هو حكايه الفلوس جدل يعني، لان هو كل الدنيا قايمه على المال وسبب كل شيء الماده، يعني سبب المشاكل والفتن. فهو مره ياخد منك مره يديك، انك انتوا في جدل وكده وكلام من ده. وهو المفروض ان الانسان لا يختلف على العقائد ابدا، ودي من الاخطاء. الإنسان الصحيح السوي العقل السليم لا تختلف مع الآخر على العقائد. حينما تختلف مع الآخر وتقول له لا أنت مسلم، لا أنت كافر، لا أنت مش عارف إيه، لا أنت عنصري. والعنصرية شيء من الجاهلية. العنصرية شيء من الجاهلية، أنت مالكش تختلف مع الآخر. لأن كل إنسان حينما وضع في بطن أمه أو في ظهر أبوه كتب عليه الحرية المطلقة في الاعتقاد. فأنا مثلا اتجوزت واحدة بتصلي ما بتصليش مش عارف ايه، أنا أصلي وأعملها بالخير، صلت صلت ما صلتش، هي لها الحرية المطلقة. بالعكس ده أنت تكون معاه أفضل، مالكش دعوة بالاعتقاد. فكرة اللي زرعوها جنب مننا ده مش عارف ايه وده مش عارف ايه، دي سبوبة العاجز. لكن الحقيقة أنك أنت مالكش تختلف مع الآخرين بالاعتقاد. أنت لا تحتاج إلى حديث ولا إلى قرآن ولا حديث عشان تقول للآخر أنا اعتقادي حلو. حينما تقول له اعتقادي حلو يبقى أنت ما عندكش اعتقاد، ولكن أنت تحتاج إلى عمل، عمل طيب في الحياة. حينما تؤدي عملك دي أكبر رسالة،
ولذلك حتى فكر يقول لك العلماء، ألا العلماء ده حافظ القرآن والسنة والقرايات السابع والأحاديث مش عارف والمتون، كل ده كلام مش صحيح. العلم في حد ذاته هو خلق واحد تأديه، ليس العلم إنك تكون حافظ للقرآن أو تكون حافظ للحديث أو تكون ذا منصب ديني، لا، العلم في حد ذاته هو خلق واحد بس تعمله. فإذا عملت خلق واحد من الحياة أنت صاحب علم. ولذلك سؤال واحد من الناس الطيبين وقال له يعني أن أريد أن أكون عالم، ادع لي أحفظ القرآن والسنة مثلك يعني. وقال له يا رجل أخطأت. قال له ليه هو؟ قال له ليس العلم بهذا، ألا تعرف الأخلاق؟ قال نعم. قال كلاهما حولهما يدندن، يعني لو أنت حفظت القرآن كله والحديث كله هم كلهم حولين الأخلاق. ولذلك الرسالة كلها بعثت، قالوا له أنت بعثت بإيه؟ قال له أتمم مكارم الأخلاق وشوف اللطافة بتاعت الأنبياء هو ده العالم الحقيقي. يقول لك إيه؟ ما يقولكش عشان أعلمكم الأخلاق ولا أعلمكم الدين، شوف اللطافة، لأتمم فقط، أي أنك أيها المستمع لديك أخلاق وما ينقصك فقط إلا الإتمام. ولذلك إحنا حينما نضع الإسلام ولا الدين في القرآن وفي السنة، أنت واحد طالع راجل مزارع ولا شيء، هو يعرف الأخلاق من احتكاكه بالبشر، لكن لازم تثقل عليه تقول له أنت لازم تحفظ القرآن؟ بالعكس، آيتين من القرآن يصلي بهم ويؤدي ويتجه إلى القبلة ويصفي قلبه وعقله إلى الله وكل الدين، ثم عمل صالح. يبقى أنت تحتاج إلى إيه؟ آيتين صحاح وعمل صالح، فكأنك فعلت كل الدين، كل لحظة كل لحظة أنت معك الدين. مش عارف النص، إليك بأخلاق المجتمع، لأن كل النصوص الدينية تتفق على شيء واحد، الأخلاق الأخلاق الأخلاق. ولذلك فعل، ما تخاطبش الآخر تقول له أنت خلي بالك دي غلط، أنت مفهومك ده مش، اعمل المفهوم الصح. ما أنت لما تعمل المفهوم الصح هو يعجب بيك. وأنا أفتكر يعني دايما الإنسان أفكاره بتتطور بسبب الأفعال مش الأخلاق. أنا أحكي لكم قصة بسيطة. أنا كنت في أول مرة كنت طالع يعني لأوروبا كده وزي فسحة يعني، وبعد كده دخلت مطار هولندا وجيت أجيب سندوتشات. بعد كده لقيت راجل، هو عارف انتوا الجماعه اللي بيعمل وشم كده من الطول العرض يعني بايده، ولابس طبعا فلينة كات، ويعني شكله بالنسبه لي انا وثقافتي اللي انا كنت فيها في الفتره دي غريب يعني مش طبيعي، ولكن هو في منظور هو عاجبه كده، هو حر، هو يريد ان يظهر للمجتمع بهذه الطريقه. المهم وبعد كده قلت له دي يعني شاورت له دي ودي، ما اعرفش اللغه الهولنديه، فقال لي نو. يا عم اديني دي. قلت يا انا جاي من الخطوط العربيه، يمكن يكون ده عنصري ولا ايه، انا في دماغي هذا، لان احنا هنا الحكايه والروايه واللي مش عارف ايه. فانا ظني يذهب الى ما سمعت من مين؟ من اصحاب العلوم الاوليه اللي هم بنوا لي الفكر ده. واحد كده في الاخر قال لي، قال له مسلما مسلما. قلت له ايه مسلما؟ قال لي مسلما كمان في الاول، انا قلت ده عنصري والله العظيم، بحكي لكم موقف يعني هو اثر في حياتي. قال لي مسلما، قال له الوف، قال له ايه ألوف دي؟ بعد كده افتكرت كلمة حلوف، هو ما قال لي كلمة تقريبا ان هو خنزير باللغة بتاعته انا ما فهمتهاش. فقلت له حلوف حلوف يعني. فقلت له، قال لي شاور لي على نوع واحد كده جبن، قال لي ان ده بقر يعني. فانا دفعت وخدت السندوتشات وانا ماشي اعجبت بعقيد، مش سيبك من الفكرة ذات نفسها، بأخلاق هذا الرجل. والله العظيم قد تجد مثلا في دولة ما وانت داخل تشتري مثلا قميص ولا بدلة، ان كان ضيق هو شايفه يقول لك لا هتوسع، لا ده مظبوطة عليك، وان كانت واسعة يقول لك لا ده تغسلها حديق، المهم تشتري. فلما الراجل رفض ان هو يقول لي نو، فضل ويكلمني، المشكلة هو بيكلمني انه محتار فمكشر، فانا افكره احنا واخدين الكلام كده. فوجدت نشوف انا اعجبت بمبدأه الشخصي مع ان شكله هو ما كانش متوافق بس فقط مع افكاري. فالانسان فعلا العمل اللي هو عمله مجرد ان قال لي ما تاخدش من ده وما تاخدش من ده، هو عارف ان احنا ما بناكلش الحاجه دي، مسلم بيها، هو مش نفس عقيدتي. فعجبني عمله الطيب ده، عمل طيب حسيت جواه الانسان، وان هو واثق في الصواب.
يعني فكرة الحلال والحرام يمكن بتغربنا، هي فكرة الصواب والخطأ. هو مؤمن بفكرة الصواب، أنا هو ما برضه ما خسرش شيء، بدل ما كنت هاخد 2 سندوتش من ده خدت 2 سندوتش من ده، ولكن هو انتفع وأنا انتفع. فهي دي فكرة المعاملة. ففكرة أنك أنت حينما تجد شخص مختلف في أفكارك تعامله بالمعاملة الطيبة، أنت هنا تصله توصله إلى بر الأمان، توصله إلى بر الأمان. حتى سيدنا نوح ما كان ابنه مختلف والحكاية، وقال له يا ابن يا ابني، ما قالوش يا كذا أو سماه باسم يا كافر، يا قال له يا ابني وده نبي، ولولاش هو اللي رفض قال له لا اركب معه. فالفكرة هنا لما تيجي، وده مش يعني مش انت بس، انا ناس كتير بتجي لي يقول لك اصل كان مختلف افكاره فظيعه. مين قال لك؟ والله العظيم الواحد لما يفتكر حياته كل يوم عن يوم، حينما تكون فعلا في تطور وعاوز تفهم في الحياه، تجد ان ما تصل اليه اليوم من صواب قد يكون بكره هو الخطا الفعل. طب ازاي؟ هل فعلا انه ممكن الحق بعد شويه يبقى باطل ويتلاقي حق تاني، وبعد كده الحق برضه بعد شويه يبقى باطل وتلاقي حق تاني؟ يقول لك اه، ويضربه مثلا يقول لك ان لو رجل واقف من بعيد وشايف عمود، هو اللي واقف من بعيد على بعد 200 متر شايفه طوله كانه متر، من البعد يقصر المسافه، فيقول لك ده في عمود هناك اهو على طول متر، هو صادق لانه هو رآه من على نفس المسافه متر. بعد كده يجي واحد بعد 100 متر تاني فيقول ده هناك عمود اهو طوله كده في حدود 2 متر، برضه ده صادق. هو اصدق من الاولاني، الاولاني بالصدق بالتجربه يعني بالمرحله الاخرى اصبح الاولاني كاذب، لكن هو صادق على صواب لانه من مساحته. وبعد كده واحد جنب منه بالظبط قد يكون ان ده مش عمود، ده مثلا تكون حائط وهو شايفها بالسيف بس فتهيأ له دي عمود، فيقول هذه حائط. تغير المعنى خالص، واخر واحد هو صادق برضه. هل الاثنين اللي ورا كدابين؟ لا. فالحقيقه قد ترى في وجهه نظرك ان هذا صواب، ولما تتعلم شويه وتقرب من المفاهيم والثقافات وتطلع تجد ان ما كنت اليه هو الخطا، وان هناك صواب اخر مغاير لفكره الحق بتاعتك. عشان كده ما تجادلش الاخر، لانه قد يكون هو على صواب من حيث منظوره، هو قريب للعمود او للحائط، وانت على صواب من حيث ما وقفت اليه. فمن هنا الانسان يحاول ما تجادلش اي شخص في شيء، لانه قد يكون هو الاصدق. وحتى القران قال كده، قال لك مره يحسبون انهم مهتدون وقل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، وهم وفي الاخر قال لك هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالفكره كن كما انت بفعلك، كن كما انت بفعلك. ليس هناك في الواقع ديانات تصطدم مع الآخرين بالكلام، لا توجد ديانة. لو نظرت إلى أي ديانة حتى بخلاف الكتب، هي لا تجدها تصطدم مع الآخرين في الأقوال. بالعكس الأفعال، قدم ما تراه صوابا بفعلك مش بقولك. طيب ناخد اتصال، معلش ويقول اتصال وكده، أنا عارف إن في ناس على اتصال، بس بحاول إن أنا أوصل المعلومة لأن هو ده المفيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 بحضرتك. اتفضلي. ممكن أسأل حضرتك في 3 رؤى بإذن الله؟ اتفضلي. حضرتك الرؤية الأولى أنا كنت راكبة باص، وبعدين الباص لقيت فيه زحام كده وأنا ببص من الشباك، فالباص وقف، فبقول لهم ده إيه؟ قالوا ده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأنا نزلت من الباص بجري في مكان زي صحراء كده، في خيمه كبيره جدا، وانا بجري قلت لهم انا بحبه، بقيت اجري ازحم الناس عايزه اوصل له، وشفته بعد كده انا صحيت منه. قولي لي الرؤيه دي تاني معلش سريعا عشان شد. نعم؟ يعني فكرت في حاجه، قولي لي الرؤيه تاني معلش. حضرتك بقول لك انا كنت راكبه باص ولقيت سيدنا عمر، وبعدين في زحام كده وانا ببص من الشباك، الباص وقف، فبقول لهم ده ايه؟ في زحمه ليه؟ قالوا ده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فانا نزلت من الباص بسرعه وبجري، فلقيت مكان واسع زي صحراء كده، وفي خيمه كبيره جدا جميله وفيها سيدنا عمر، وانا جريت بقيت ازاحم الناس ودخلت، لدرجه ان انا دخلت على باب الخيمه وشفت سيدنا عمر وصحيت منه. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 55. شغاله في شيء او بتجري او عندك قضيه او شيء الايام دي؟
عندي عندك ايه بقى؟ ايه عندي مشكلات يعني. انا هو تزوجت مرتين. عامة لا تزوجت ايه؟ لا قولي انا كده تاني. تزوجت مرتين. زوجي الاول توفاه الله ففي رؤية بالنسبة لي، الله يرحمه، والزوج الثاني بابا الاولاد. خلينا دي في مشاكل بيني وبينه. خلينا اقول لك على شيء. هو عمر اتفضل. كان اسلامه نصر، وعمر ياتي في فكرتين، ان يكون انسان محتار في شيء غلط ولا صح او حرام ولا حلال، فياتي أيوة. الى الهدى، الى لانه كان فرقان، يعني كان رجل يعني فارقه في تاريخ الامه، في تاريخ البشريه كلها. فهو ياتي بالنصر لانه اسلام ايمانه، ايمانه كان نصر. فاذا رأيتيه ودخلت عليه الخيمه معناه انك تنتصري في قضيه او في امر، في مشكله، في تهمه، في اي شيء، في اختلاف، تنتصري فيه انتصار كبير، لان هو كان فارق في المساله دي. رؤيه كويسه مش بطاله. تمام. وانا بحب، خلي بالك، سيدنا عمر ده جدا، يعني انا بيعجبني. بحب سيدنا عمر رضي الله عنه. لا انا بيعجبني، بيعجبني شيء قبل افعاله. طبعا يعني. لا خليني اقول لك على شيء صغير. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حاله كده، يعني خلينا نشوف شيء عمر. خلينا نشوف شيء الصحابه قالت عنه ايه. كان هذا الرجل في عهد من العهود قبل الايمان يقال عنه لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر. شخصيه اللهم عز الاسلام باحد العمرين. لا 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 لا، سيبك من فكره العزه والمش، مش قصدي كده خالص، سيبك من الحكايه دي. كان راجل في حد ذاته، ده شهادة الصحابة في لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. ثم أنه اتبع النبي. النبي اللي هو إيه في الأصل؟ عالم، هو رجل عالم بدين، ربنا علمه حتى يعلم الناس، رتبته الأصلية إيه؟ عالم. عشان كده قال ورثتي العلماء، فاتبع ذلك العالم الذي في وقته كان ليس لديه القرآن كله، ولم يتنزل عليه سيدنا جبريل بالأحاديث كلها، ده كان معاه قليل من القرآن. سيدنا محمد نزل عليه القرآن في عهد كبير جدا، فاتبع ذلك العالم الطيب السلس الرحيم البسيط، أو بالمعنى الصحيح ذلك العالم الذي لسه ما نزلوش العلم كله، القرآن كله ولا الحديث، ولكن الذي اجتمعت فيه الأخلاق. فتحول ذلك الرجل إلى أن شهد الصحابة الرسول يقول لو كان نبيا بعدي لكان عمر. فبتوجيه أخلاقي أصبح رجل وضع في منظور لو أسلم حماره إلى رتبة نبي. وكأنه حينما يكون هناك توجيه أخلاقي قد يصنع من الإنسان القليل أفضل شخص. ولذلك تمسك جدا بالأخلاق، تمسك جدا بالتعاليم الطيبة، ولله الفضل سبحانه وتعالى. شوف التوجيه سيدنا عمر في إسلام مصر كلها. مش المقصود، أنا مش بتكلم في فكرة الإسلام ولا كده، أنا بتكلم في فكرة التوجيه الصحيح في النبي نفسه، إن التوجيه الصحيح يصنع من الأشخاص ولو كانوا غير متعلمين إلى عظماء. التوجيه الطيب، التوجيه الطيب. شوف الدرجة، يعني النهاردة لما يجي تلميذ شهادة الآخرين يقول لك ده مش نافع في التعليم، وبعد كده يتابع ياخد درس من مدرس، بعد شوية تجد التلميذ ده بقى نابغة. قبل ما تقول التلميذ نابغة تقول والله ده المدرس ده عظيم، إن هو وصله بالتوجيه الصحيح إن يكون نابغة. طيب ناخد الرؤية الثانية. تفضلي حضرتك. زوجي الأولاني رحمة الله عليه، يا رب، هو توفى من 33 سنة، كنا لسه متزوجين حديثا، وهو مات في حادث وهو جاي من العمل ومن السعودية. فأنا صحيت من النوم على فزعة الخبر ده، فما كنتش بنام وببكي باستمرار وحزينة عليه حزن رهيب، لأن قولي لي من الأول، ما سمعتش أول، وبعدين أنا نمت، ما سمعتش أول جملة حضرتك. ده في الحقيقة لما نمت. لا احكي لي من الاول، ما سمعتش اول كلامك، احكي لي من الاول كده تاني. حضرتك انا سمعت خبر وفاته وكنت نايمه عادي، فلما سمعت خبر وفاته انا قمت مبزوعه وفضلت على كده الحال فتره كبيره، يعني قاعده كده صامته في هذيان، وبعد كده ربنا اداني يعني الصبر ونمت.
نعم. ففي المنام شفت رؤيه ان هو بيخبط على الشباك، لاني كنت عند والدي في الدور الارضي، فلقيت بيخبط بقول مين؟ قال انا محمد. فقمت جري على الباب فتحت، فلقيت واقف لابس ملابس جميله جدا بيضه، وبعدين والصبح كده كان فيه اليمام عمال عمل صوت جميل وصوت عصافير وحاجات كده، الصبح بدري جدا بعد الفجر، فلقيته بيسلم عليا بقول له ما شاء الله، اما انت كويس؟ هو انت ما متش، انت كويس؟ قال لي ما انا ما متش. قلت له طيب خلاص يا محمد تعالى. قام طبطب عليا، حضني وقام طبطب على صدري كده وقام قال لي ايه؟ رؤيا انا كويس. لقيت واحده واقفه من على بعد بتقول له يلا يا محمد الوقت خلص، ست زي ما تكون والدته، لما اني انا ما شفتش والدته لانها توفت من زمان من قبل ما اتجوز، هو ابن خالي. فبعدين قامت مطبطبه قالت له يلا يا محمد الوقت خلص، قام طبطب عليا ومشي. ده رؤيا ومشي. بعد كده انا ما شفتوش في المنام خالص، بس جالي في رؤيا تاني ان هو بيكلمني في التليفون. يعني دي رؤيا، دي رؤيا اللي انت حكيتيها اللي هي ان هو جالك وباللبس الابيض والحمام حوالين منه في صوت عصافير وكده وقال لك انا ممت. الصبح بدري. تمام. مشي. تمام. بعد كده قعدت كام سنه ما فيش رؤى له خالص، من انا يعني اكن له كل محبه وكل يعني الحاجات الجميله اللي في حياتي كلها كان هو السبب، والاخلاق الجميله وخلي بالك والادعيه اللي حافظاها عن لسانه هو. خليني اقول لك على حاجه، فلقيت تليفون بيرن في المنام، قال ايوه هدى انا محمد. فانا فرحت بجد، امال انت كنت فين؟ قال لي انا كويس ما فيش حاجه. فلقيت صوت طفل او حد بيبكي صغنون بيلعب كده بكاء، بس مش بكاء. فبقول له مين اللي جنبك؟ قال لي بنتي، انا بنتي حلوه. قلت له يعني انت كويس وبخير؟ طب ابقى تعالى. قال لي انا هبقى اجي. وبعد كده دي رؤيه خلاص. بص في أنا... الرؤيه الثالثه اللي هي كانت امبارح، يعني كل ده متصل بعده. كانت امبارح انا الحمد لله كنت بحج هذا العام، وقضيت له عمره بعد ما نسك الحج. فانا دايما قبل ما انام لازم اطرحهم عليه هو والدي ووالدتي، وافتكرهم قبل ما بنام على طول. فلما نمت بعد صلاه الفجر النهارده لقيته جالي في المنام ان هو كان له بيت كبير وبعدين اتباع وكده. فانا واقفه، انا الحمد لله ربنا اعطاني ووسع عليا، فانا واقفه كده بقول لهم ايه مش كده، حرام عليكم بعتوا بيته، انا كنت عايزه اعيش في البيت ده يا بابا، ليه كده بس؟ ده محمد اصلا كان كويس جدا جدا، ما كانش فيه زيه في الدنيا كلها، وهو واقف بس انا ما اتكلمتش معاه، وصحيت من النوم على كده. طيب بابا وماما متوفيين ومحمد رحمه الله عليه توفى وهو شاب. تمام. عشان وقت الرؤيه خلينا ناخد الاول، هو كان ان هو جالك في المنام لابس ابيض وحوالين منه اليمام والعصافير والكلام من ده، بيقول لك انا ما متش. الموت في الحقيقه موت الضمير والقلب، يعني موت الانسان يعني ضلاله. فكون ان هو ما ماتش دايما، حتى الشهداء يقول لك مش احياء عند ربهم، فكون انه بلغك بان هو ما ماتش ان هو لسه حي، ده معناه ان شخص اظن والله اعلم يعني خاتمته طيبه عند الله يعني. وبنته برضه في الرؤيه الثانيه هي عمله، كون انه معاه بنته بتونسه او عامله صوت او غيره، انه عمله يكون طيب يعني هذا الشخص. كون بقى الرؤيه الاخيره ان انت شفت بيته وباعوا بيته ومش عارفين، انت من الداخل الى الان بتندمي على ايامه، او يعني بتحزني بالمعنى الصحيح على ايامه، يعني بيته وحياته. فانت شايفه في الرؤيه ليه زعلانه معترضه على فكره؟ لانك انت ما زلت بتكني ليه الحب ودايما بتفكري انك تعيشي معاه. اتمنى يعني بما انه هو عمله يعني في الرؤيه الاولانيه صالح، ان ربنا ان شاء الله في الاخره بعد عمر طويل يلحقك بيه ان شاء الله رب العالمين. احنا كده اظن وقتنا انتهى. اتمنى اكون افدتكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.